إهانة الأم أمام المغاربة، ردة فعلهم صدماتني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا كنت أول مرة كتفرج فيا اشترك في القناة، فعل الجرس باش يوصلك إن شاء الله كل جديد، وخلي شي تعليق زوين بطبيعة الحال. إلا عجبك الفيديو دير إعجاب الفيديو، واللي قدام معنا خوت إعجاب بارطاجوا الفيديو باش إن شاء الله القناة تكبر أكثر. المهم باش ما نزيدش نطول عليكم، راه نستاهلوا زعما نستاهلوا اشتراكات واللايكات والتعاليق، زعما نستاهلوا ولا ما نستاهلوش؟ المهم نشوفوا واش نستاهلوا ولا ما نستاهلوش. نستاهلوا الخوت، نتوما كاملين كتقولوا اننا نستاهلوا هذا الشيء، علاش نستاهلوا؟ لذلك بلا ما نوصيكم. المهم باش ما نزيدش نطول اكثر نبداو الفيديو. السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين باحسن حال. شكرا لكم بزاف على الدعم للفيديو اللي قبل، وان شاء الله اليوم عندنا واحد التجربه اجتماعيه، واحد التجربه الصراحه اللي يعني جميع المغاربه كيحسوا بها. المهم هذه التجربه الاجتماعيه كتكون جالسه انا الام ديالي، وانايا غادي نهينها، يعني غادي نسبها، غادي نضربها، وغادي نقولها نديك للدار العجازه، ومن بعد غادي نشوفوا الرياكشن ديال الناس، واش غادي يدخلوا، واش غادي يقولوا هذا، واش يعني واش غادي يدخلوا ولا ما غاديش يدخلوا. المهم خليكم مع فيديو ما تمشيو فيه. شكون نهار ديري لي بحال هكا اما اي قولي علاش خوتي زعما ما جيوش يديوك؟ انا نديك للدار العجازه ونتهنى، انا عييت اما، انا كل نهار في المشاكل بزاف عليا اما بزاف، باش انا كل نهار في المشاكل راه راسي تقلب. شو ماما ربي يصبركم من العين هاد الماء، واش انا ديري لي بحال هكا اما؟ راه بزاف عليا انا، راه عييت اما، الغير خوتك الغير خوتي يجي يديوك، بزاف عليا انا هادشي، واش كل نهار انا نبقى دافعك، كل نهار نبقى الام ديالك اللي قراتك ورباتك وسهرات عليك الليالي وطلعتك راجل، في الاخر جازيها بهادشي راه حشومه كاع. راه زعما ولادك ما جاوش يديوك؟ ها؟ انا كل نهار راكي صدرت هنا في راسي، كل نهار دافعك، كل نهار ربي كبير كيما درت لامك غادي يديروا لك ولادك. واش ديما انا معايا في هاد الصداع اما؟ ديما دارت لي هاد المشاكل انايا؟ ها؟ ديما دارت لي هاد المشاكل؟ دموعك غاليين امي امتي. لا ديما في الصداع، ديما في المشاكل، ولا راه بزاف عليا اما انا؟ واش انا ديما كل نهار علاش ما يجيوش خوتي يديوك؟ علاش خوتي ما يجيوش يديوك؟ انا يتهناو يهنيوني، يديوك للدار العجازه ولا يديوك القرانه بحال انا عصبت هنا اما بزاف عليا انا. وانا كل نهار بزاف عليا اما كاع. حشومه والله الا حشومه. انتي ديك الدار العجازه نتهنى بك؟ قولي ديك الدار العجازه؟ اللهم صل عليك رسول الله، اللهم صل عليك رسول الله. الوالده ديالي انا عييت، انا الله يلا اثر فيا شوشو، انا عييت صافي. انا ديما كنبقى انا ديما بقى جارك، ديما بقى مدايرك، وحشومه بزاف كاع والله الا حشومه. لا ما هذيك ما هو علاش راك دير لها هكا؟ واش دخلك انت كاع؟ ما دير هكا صاحبي، ما واش دخلك فيها؟ واخا ما دير لهاش هكا صاحبي، لا شي ما دير لهاش تاع شي الام. عارف وانت سوقك كاع مشو انا قدام الناس شو ما هادشي اللي كدير؟ واش ولا هي قولي لي واش هادشي زين؟ هادشي زين؟ انت راكي ما علاش ديري لي هكا؟ وبزاف والله الا بزاف صافي. لحق خويا ها اخويا عصبتني، دارت لي بزاف ديال المشاكل، عصبتني ما فهمتش ديما اخويا. الام ما تعود بحتى شي حاجه، بزاف عليا هذا الشيء انايا، وكل نهار كل نهار بزاف، وبنادم ما يبغيش عاوتاني الناس يتفرجوا فينا حشومه اما كاع. واش انا بزاف عليا والله؟ انا ديما نبقى ما عصبانيش اما، انا ما تعصبانيش، واش انا ديما دارت لي بحال هكا؟ سانت الله اخويا ما جله واصابي راه بزاف جله جله. ديما والده ديالها صاحبي ديما نصدع عليه في راسها صح، ما حسبتني راه بزاف، ماشي من نهار ولا مره ولا بزاف والله. ما عندهمش الراجل زين وبين في النور، شوف ما يزازك بخير، شوف الاموال أمي وياك شوف الله يجزيك بخير، لك تظلم نفسك أولي الله يرحمك الوالد صبر. ولكن بزاف تمن خطيبتي قالت لي أمك معوقة ما نديكش، ما عندك ما دير بها، خطيبتك سمح فيها أمك ما تسمحش فيها. سمع كل خطرة نديها السبيطار، كل خطرة مصاري بزاف عليا، بزاف عليا
لا صبر صبر صبر. شو سوقك قاع؟ سوق سوق. على السر. رمات يا أنا هذه لما شو؟ خلينا خون شو؟ مدلهاش هكاس. والله ما هي مدلهاش هكاس. وهي ريحة سبب. ما عندي في اللي مدلهاش هكاس. ريحة سبب. اطلق سبب لنا الشيء. ضريب شوي إحنا نضريب شوي. هو أنت هلا لك زقنا ما نش نزق خو. أخاك تكون أمك ما تزقيش. يا اخويا خلينا نجرب لولد اخينا نمشي والله جربيها بلعك كلوه بشويه وما تسمعهاش خلينا اخويا الله يرحم باك خلينا نمشي الله نعس الشيطان خلينا اخويا الله يرحم الوالدين اديها الخير اديها الخير يا انا يا كاع ما خديتش انا وتعشق كاع واخا مو سبي ما يديرلهاش هكا الله يهديه الله يهديه بس ما تدخلش بيه لا ندخلوا اصبي هي ما عندهاش صحه مسكينه تشوف فيها كاع هاك واش ضربوا هون الضربه هي اللي يستاهل الضرب الضربه الما هذا قال لهم ما تدخلوش ما بين الام وولد صبطني ما فهمتش ديما اخويا ما بزاف ديما ديها عندي اربع اخوتي ديما انا اللي حاصل فيها ديما ديها السبيطار ديما جايبها ضربي الله مش اخويا بزاف واش حتى من خطيبتها صاحبي قالت لك امك معوقه ما نديكش كيفاش ما نديكش اصبي مشيت تحملها الما بزاف عليا صافي واش انا صافي واش مرات بدلك حلا امك صاحبي ولا حشومه ما صاحبي هادشي كاع بزاف واخا امك صاحبي راه 9 شهور وهي هزت الكرش صافي وعارف من 9 شهور ولكن ديما دايرت لي المشاكل ديما دافعت من الله نعلوه عمري ما شفتها انا ما خلات لي مولا عامي ونبكي عليها الدم وكنلقاها نبات برا وجبت هي في الدار مع الشيطان مع الشيطان راه تكفل بها ديها انت وكاك تمو الساع ولا حتى نديها والله وكاك عندي انا الفقر اللي كنعيش فيه كثر ما تعيش فيه نتايا سمعت ولا لا بزاف عليا هادشي بزاف عليك راك والله ما غادي تفرو نقولها لك من هنايا اقسم بالله ما تفرو اقسم بالله ما تفرو اقسم بالله ما تفرو واو والله الا قشعريت شوف خطيبتي هي تفضل خطيبتك على امك اصاحبي خلينا صافي احنا من الوالدين هذه امك تهلا فيه اما راه قال ما قالوش العيب حتى هما هذا واش هذه امك تهلا فيها ماشي سوقك اخويا الا بغيت تربي تهلا فيك سكت والله في امك شو الكلام شو الكلام الوعي صافي ما تقولهاش بزاف عليا راه كثير وبزاف عليا انا كل نهار بقى جرا كل صغير ما قالت لك هي بزاف عليا باش كنت انايا وانا كل نهار بقى جرا كل نهار بقى شوف راه هذا هو الخير اللي راه تقدر دير الخير دونك راك دير الخير غير دير راك غادي ربي نقول لك هذا ما يجي واش غادي يجازيك تراك ما عارفش الدنيا كي صارت خزاقه ولكن هادشي بزاف هادشي بزاف والله هادشي بزاف اخويا والله طلعت لي فراسي انا شي جمعيه ديال اخويا واش غادي نقول لك والله العظيم حتى الجمعيات واش من نيتك اصاحبي ديال الدار العجزه انت انا شي مدرسه ما داتكش الخيريه من كثر واخويا بزاف حتى هو عربت اربع اخوت اصاحبي ما صاحبي حشومه صاحبي دير الوداد ديالك وروح للدار ولا نعس الشيطان اخويا ما غاديش ندي غادي نفوت من الجمعيه ديريكت ندي للدار العجزه ونمشي للدار انا مع القرينه كحل واش من نسيت درك ولاد الله ليس اخويا وا بزاف عليا هادشي شوف اصاحبي رانا مسلمين اصاحبي ومسلمين ولكن بزاف عليا هادشي والله شفت ولاد الهضره من نيت من نيت اخويا وا واش من القلب خالص اصاحبي وا طلق منا اخويا اش ما كنطلق مني لا والو شنو يهضر معاك هضره الاخوه راني خوك انا في الاسلام عارف خويا ولكن اخويا بزاف عاوتاني فهمت والله الا هاد الفيديو انا الصراحه راه بزاف اخويا راه هادي عزيزه فيا شفت الدجاج على بيضها اصاحبي هو المشاكل اصاحبي واش خطيبتها صاحبي قالت لكم الله يرحمه مات واش واش الخطيب في الوداد ديالك الخطيبه ديالي قالت لها صاحبي راه امك معوقه ما نديكش الخطيبه ديالك هنا صاحبي صوب الوداد نمشيو فين تسكن لا صاحبي انا ما نسكنش انا ديال الاخر ومشي نطول فين تسكن فين تسكن شي نمشي اخويا انا نعلوه بزاف اخويا اخويا ما كرهت بزاف انا صاحبي واش كراسي بي قال لازم نسمع لهم واش غير ديما ديها السبيطار ديما ديها ديما دايرات لي المشاكل مع الجيران ديما ديما هذه ديما امك بزاف كيخلي بلومي بزاف كرهت هاد الجيران مالهم كرهت كيقيس ديما كتشكاو لي من بعض الهضره امك راه تقب علينا يا وجهك لا يطولنا في حياتنا انا وياك بلاك يمكن نلقاك برمي في السلخات نعس على الكارطه ولا نلقاك يطلبوا بك في كروسه كيما هاك سمعتوني راه اتقي الله واتقي الله واتقي الله حتى من خطيبتي قالت شوف الله ينعل والديها خطيبتك واو الله ينعل والديها خطيبتك وخوتي وبزاف انا صاحبي قلت لك واش كتسمع ولا ما كتسمعش واش انت عندك شي عقل ولا ما عندكش شي عقل غير قول لي واش كاين شي واحد من مولا باه راك كما تودين تودا راك شتي غدا تولد ولادك راه غادي ولادك يجريو عليك غادي مرتك تحرض مالك وراه مازال تلقى راسك في الزنقه ناعس ومازال تلقى الناس تضحك عليك وما كانش اللي يرحمك والله لا الناس مش فاهمين الله يوم القيامة راه كاع يشفع فيهم كاع يتحاسبوا وكاع يدي الجزاء ديالو ثلاثة تاع الناس مسخوط لوالدك
شاهد الزور مشرك بالله يا خويا. شوف انا غادي نقول لك باش تكثر معاك الهضره ديال الله عزوجل. طلع عزازه حشومه عليك تقول هالهضره، راه حرام عليك. انت ما فيكش النفس نتاع، انت ما فيكش النفس. مشيت ليه هزاتك في كرش هاد 9 شهور ها، وهي وكبراتك ودرك ولدتك راجل ودرك عاد ولادها، هو خير خير ديالها تدولها ها. هنايا هاد الاونه الاخرى اللي في وجده راه كنشوفوا بزاف ديال الناس، يعني واحد كيضرب امه وواحد كيقتل امه وواحد كيدير. بالنسبه للكاميرا تاعك اللي نصارك في واحد الفيديو سمحنا بزاف، وكانت واحد ردت الفعل ديالك زوينه الصالحه، وقسما بالله انا بغيت نبكي. انا فيديو زوين، فيديو زوين. انت كتهضر معايا وانا باغي نبكي. بارطاجيو اخو. الام راها شي حاجه عاليه بزاف. شوف عاليه بزاف. الله يرحمك يا وليدي. هادشي كامل اللي راكم تشوفوه راه هي واحد التجربه اجتماعيه. هادشي كامل راه تمثيل. هادي الام ديالي، ماشي الام ديالي يعني الصراحه، ولكن راه بحال الام ديالي في الاسلام. يعني بغينا حنايا نخرجوا هنا نشوفوا المجتمع ديالنا، يعني الولد كيفاش يدير يتعامل مع الماين ديالو، كيفاش فهمت. يعني راه بزاف كنا كنشوفوا بزاف في المجتمع ديالنا، ها اللي كيضرب امه، ها اللي كيقتلها، ها اللي بزاف ديال الصوالح. معنا كاميرا هنا ماشي مشكل دز معنا. شكرا بارك الله فيك عمي، شكرا الله يحفظك دراري، شكرا سمحنا بزاف الله يحفظك. شكرا خويا الله خويا. هنا في وجده بزاف شكرا الله، كنشوف بزاف ديال الناس كيهزوا امهم كيديوها لدار العجازه. راه بزاف ديال المغاربه وبزاف ديال وجده بعدا سير شوف هذه وجده راني كنشوفها بزاف. وشكرا انت واحد ردت الفعل ديالك زوينه بزاف الله يعطيك الصحه. عذر جيت لقيت غير مع الدري هنا ندي عليه غير الصوالح ومشى زعما بقيت نشوفو عليه زعما شوم الله الله الله. سمح لنا بزاف واش ماشي مشكل؟ لا ما كانتش ماشي مشكل يدز في شي شي هاني الله يسلمك. الله اللي راك تشوفو هنايا تمتي الكاميرا، ها هي في الراحه، الكاميرا ها هي في الراحه. بقينا دقيقه وحنا معاه كنشوفو كنشوفوا المجتمع ديالنا هنا في وجده وفي المغرب كامل كرهوا ديك الهضره كنقولوا. هذا الشيء راك مدرتور والله يعطيك الخير بارك الله. ماشي مشكل تفوت معنا في يوتيوب دنيا هانيه نفوتو. وشكرا بزاف وسمحنا بزاف الله يعزك الله يحفظك. ما الا عجبني هذا ولا عجبني كاع شكرا بارك الله فيك. هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. الصراحة كانت واحد التجربة اجتماعية في شكل بزاف، والله العظيم انا تأثرت من الداخل. يعني الناس كيهضروا من القلب ديالهم، كيهضروا يعني شي حاجة في شكل بزاف. وان شاء الله هذا الشيء اللي بقينا كنشوفوه المجتمع ديالنا، يعني سيرتو بعد الوجادة، يعني كيدوا الأمهات ديالهم لدار العجزة ما كيتهلاوش فيهم، المهم هذا الشيء اللي شفتوا هنايا هو اللي كيوقع. هذا الشيء اللي كان اخوتي، والله الا صراحة فيديو أثر فيا بزاف، وأكيد يكون أثر فيكم حتى أنتم. واكيد غادي يكون اثر فيكم حتى نتوما، يعني وخصوصا هذاك السيد اللي قلت لكم عزيز، والله الا عجبني صراحه. يعني كتشوف الوعي كامله تقريبا، كامل هذوك اللي داروا ديك رده الفعل عجبوني بزاف صراحه. والله الا الحميد قشعريت يعني بمعنى الكلمه، اثروا فيا بزاف والله العظيم. يعني واش نقول لكم اخوت، اللي عنده شي ام الله يخليها له، اللي عنده شي اب الله يخليه له، اللي عنده والديه الله يخليهم له، اللي ماتوا الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين. المهم اخوتي صلوا على النبي، اللهم صل على رسول الله. المهم هذا الشيء اللي كان اخوتي في هذا الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.